هنا تونس الماضي ساعة و26 دقيقة مستمعي ديوان اف ام، مرحبا بكم من جديد، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا لكل من اختار موجاتنا موجات إذاعة ديوان اف ام. هذا برنامج هنا تونس في جزء ثاني والأخير يفتح ملف قطاع السياحة والجدل الأخير اللي رافق تداعيات إفلاس شركة توماس كوك على السياحة التونسية والسياح البريطانيين وما حدث نهاية الأسبوع الفارط. وبعد شوي ناخذ أكثر تفاصيل وتوضيحات من قبل وزير السياحة روني الطرابلسي، لكن قبل هذايا نرحب بضيفي في الأستوديو الخبير في مجال الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية لمديري النزل شهاب بن عباس. مرحبا. مرحبا بك، ميرسي عايش على استضافتك. صح، تمنينا وانه نحكيو على القطاع السياحي في ظروف خير من الظروف الحاليه. شبيها الظروف مش خايبه الظروف، الحمد لله ما انت سيزون تعديت لنا باهيه دونك، والحمد لله متواصل السيزون دونك يصير هذوما لي زاكسيدون يصيروا في كل بلدان، واحنا في تونس بالذات توماس كوك حسب رايي يعني ماهوش ان بيرت كبيره ياسر للسياحه التونسيه، خاطر ابخيتو احنا الحرفاء البريطانيين ماهمش اكبر وجهه معناتها سوق في السياحه بتاعنا ككل. هذاك علاش سي فري كو شويه هكا في الاعلام هولتوا شويه الامور، مي الحكايه معناتها ماهيش وليده توا في بينا بها. توماس كوك حسب رايي عندها بريسك بليزيور موا اللي ماشيه باش تعمل فايت، هذا اللي في بينا بها احنا لي زوتيلي. صحيح ديبو بيلون صار الجماعه هذيا، هذا ما يمنعش انه راهو راي معناتها ممكن يخصني كان انا، راهو ممكن رب ضارة نافعة للسياحة. ما تعرفش تجم كما نقولوا الكارت تعاود ديستريبيو من جديد في السوق هذية اللي هي سوق مهمة بالكدا. صحيح ما زلنا ما عندناش معناتها فوليوم كبير على السياحة نتاع البريطانيين، ماهيش أهم معناتها ديستيناسيون، ما تنجم تكون في المستقبل القريب والبعيد ديستيناسيون معناتها مهمة للسياحة ككل، شاطئ بيان سور. أكيد برشا تساؤلات تطرح اليوم ومشاكل القطاع السياحي ربما تحتاج إلى تفصيل وتشريح باش ما تكونش المشكلة الأخيرة والجدل اللي رافقها وخاصة الجدل الإعلامي حولها تكون شجرة تخفي الغاب، لأنه أنا حتى شخصيا حكيت معاك في أكثر من مرة اليوم نحتاج إلى حوار أوسع وأشمل حول مشاكل القطاع السياحي وخاصة حول الحلول الممكنة للارتقاء بالقطاع هذا اللي هو يعد من شرايين الاقتصاد الوطني. ولهذا انت دائما نقد للتعاطي الإعلامي مع مشاكل القطاع السياحي، ديما تلوم على الإعلام شهاب بن عباس. مش اللوم، ما انت كل واحد رأيه تحس الإعلام مقصر في التناول لهذا الموضوع صراحة، التعاطي مع قطاع السياحي وحاجياته وانتظاراته ومشاغله ومشاكله. بالطبيعة خاطر نحبه ولا نكره السياحة تمثل 14% من الناتج الداخلي الخام، دونك حاجة مهمة ياسر. يظهر لي فهمتني الكورة قاعدة تاخذ أكثر من مثلا من السياحة في أهمية في الإعلام مثلا، ما نحكيوش على السياسة كل شيء واللي بلاتو نتاع السياسة. أنا بالنسبة لي أون تونك أوتيلي، سامحني حتى كنت نتكلم صح بالسوري ميسيرش على غالب، أون تونك أوتيلي نقول لك بصدق أكثر حاجة إن إحنا لي زوتيلي نحبوا نحكيوا فيها ونحبوا نطوروها هو السيكتور نتاعنا. سي فري ثم دوتر سيكتور، ثم فيه ما يتقال خاطر سيكتور قديم، سيكتور قاعد
الدنيا كل العالم كل قاعد يتحول واحنا برسك انا برسك rien changé في لي مانيير نتاعنا ولا لي بروسيدور ولا لي لوا ولا هذه من ناحيه. ومن ناحيه اخرى انا مثلا نجم نعطي نجم نستانسوا بلي زيكزامبل نتاع البلدان الاخرين. مثلا ناخذ تركيا اكزامبل. تركيا ا مومون دوني معناتها في ظرف كيما هذايا في ظرف نتاع مثلا المارشي انجلي هذايا توماس كوك فلست نجم مثلا التوانسه اللي عايشين في بريطانيا نجم مثلا الغوفرنمون نتاعنا يعاونهم ويحلوا هما دي تور اوبيراتور. نوليو احنا معناتها من الينا القطاع كله معناتها اي النزل اي اي لاجونس الوكاله الاسفار. دونك هذوما مثلا دي بريروغاتيف اللي نجموا نخموا فيهم. ثم حوار كبير ثم معناتها برشا ما يتقال وبرشا ما يتعمل في السياحه وسيختو ماذا بينا تشاركونا احنا لي تكنيسيان العباد اللي قارين سياحه وخدمين سياحه منذ 20 واكثر من 20 سنه. هذا الحاجه اللي نحبها مثلا على بعض الاعلاميين. هاو معنا الان في المباشر شهاب بن عباس رئيس جمعيه التونسيه لمديري النزل وزير السياحه رونيل طرابلسي. مرحبا بك على امواج ديوان افهم. مرحبا بديوان افهم ومرحبا بسي شهاب ومرحبا بالاصدقاء. برشا جدل رافق الخبر المتعلق بإفلاس شركة توماس كوك والتداعيات الممكنة على السياحة التونسية نهاية الأسبوع الفارط. برشا أخبار متداولة في علاقة بوضعية السياح البريطانيين ومن سيتكفل بهذه الخسائر الممكنة بالنسبة للنزول التونسية. حبينا ناخذ توضيح من المصدر الرسمي. الكلمة ليك سيروني. بارك الله فيكم. بون كما فهمتوا معناها فما فلاس شركة توماس كوك بريطانية اليوم الحالة اللي عندنا ببري 4000 سائح انجليزي موجودين في تونس اللي هم يكملوا البريود نتاعهم جوسكا لا فان يسورون بريز ان شارج بار لو غوفرنمون بريتانيك والسيجور نتاعهم زاد باش تخلصوا الدولة البريطانية. المشكلة الوحيدة اللي مازالت هي مشكلة كبيرة هي في اللي زريرين نتاع لي بايمون في اللي ما خلصوش للنزول التونسية ديسي معناها لا بلوبار معناها جوي اوت وهذيا معناها باش يكون السوجي نتاع الروكونتر اليوم في الوزارة مع سفيرة بريطانيا في تونس ومع لي فيديراسيون واصحاب النزل اللي هما كونسيرني بار المشكلة هذه باش نشوفوا حلول بيسكو الدولة البريطانية معناها صرحت لي فما بوسيبيليتي معناها باش اون ريكوبير الفلوس هذوما وباش نعملوا توت لي ديمارش نيسيسير واحنا باش كوزارة السياحة باش ندافعوا على النزل نتاعنا وباش اون فا لي زاكومباني حتى في انجلتير كسوا افيك دي زافوكا ولا افيك السفيره اللي حكيت معاها اللي هي متفاهمه الوضع ومعناها كيما نقولوها حلت لنا برشا بيبان معناها فاهمه كل شيء وقالت لنا بالعكس احنا نحبوا نزيدوا نخدموا مع بعضنا ونشوفوا الحلول للنزول اللي هي مش خالصه. اللي نحب نقوله اللي المارشي الانجلي راهو مازال ماهوش مارشي كبير على تونس. توماس كوك معناها اليوم وصل 107,000 كليون على تونس بارابور 7 ملايين اللي عندنا اليوم دخلوا في تونس معناها المارشي نتاع توماس كوك كما تعرفوا اللي كنت نسمع شويه انا بكري مع الاخ تحكيوا على الوكالات اسفار تونسيه بوركو با في الخارج هذه موضوع حكيت عليه قبل وقت كنت في باريس وحبيت طلبت انا شخصيا معناها كوكاله اسفار تونسي معناها معاونه من الدوله باش نوليو قويين سورتو وقت الكريز اللي حتى حد ما يحب يجي لبلادنا التوانسه يخدموا على بلادهم. اليوم فما دوروبور او فما برشا سواح اللي هما كانوا ريزيرفي على توماس كوك باش يبدلوا الريزرفاسيون نتاعهم بالقانونيا معناها الاسيرونس نتاعهم باش تعمل لهم ريزرفاسيون عند باريكزامبل تيوي ولا توماس ولا تومسون
اللي هما كونكورون نتاع توماس كوك في انجلترا. وفما ريسك دانيولاسيون زاد الفواياج، وفما ريسك اللي الناس هذوما يمشيوا لبلدان اخرين. لكن احنا وقت نشوفوا البلدان الاخرين كيما اسبانيا والجريس 10 مرات على تونس اللي ديقاروا، معناها فما ببري 40,000 42,000 سايح انجليزي في انجلترا، في اسمه في الجريس، والجريس تحب على 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 توماس كوك، الوكلة في الجريس تحب على توماس كوك 10 مرات تحب تونس. واحنا قداش نسالوهم سيد الوزير؟ القضية هذية اللي نحب نقولوا، نحب نقولوا كان تسمح لي، اللي القضية هذية قضية عالمية، واحنا وفي بارتي دولو تونس، خاطر وقت نسمعوا سكي سي باسي دوبي 24 ساعة في تونس، اون ديري القضية هذية قضية توماس كوك وتونس، معناها في العالم كامل. لا تم تضخيم الموضوع من خلال التناول الإعلامي روني طرابلسي، ويخرج الموضوع كومبليتمون. وقت تلقى ناس مسؤولين يجيو في في في, في الراديو ويقولوا فما مئات السواح الانجليز محجوزين في النزل، سامحني خويا العزيز، راه سمعت تونس قبل كل شيء، شو احنا ولينا ناخذوا رهاين في في, في النزل. وقت يقولوا روني طرابلسي عمل اتفاقيات وعمل كونتراتوات مع توماس كوك وصحح وعطى فلوس لتوماس كوك، يا خويا اعطيني ما يثبت هذا. احنا ما عملنا حتى تصحيح لا كونترات ولا حتى شيء. الناس كما تعرفك تصويرك اللي شفناه نفس كل 15 ماي وني في الوزاره، سيتي فرع نتاع توماس كوك نتاع استراتيجي 2020-2021-2022. جماعه توماس كوك جاونا ماهمش كوميرسيو، اللي جاونا ناس يخدموا على استراتيجي، قالوا لنا اللي هم يحبوا يجيبوا لنا دي فورماتور من لندن يعلموا البيرسونيل نتاعنا في النزول، يخدموا معاهم توماس كوك اللغه الانجليزيه والكومبارتمون وكيفاش يحكيوا مع السواح الانجليز وكيفاش الكويزين الاكله الانجليزيه، وفي معناها فريمون نتاع استراتيجي نتاع اورجانيزاسيون ما عندها حتى علاقه. دايور احنا ماناش كوميرسو، احنا النزول هم يصحوا لي كونترا مع توماس كوك وما غيره، احنا عمرنا ما كان عندنا دخل مع لي كونترا لا حتى شيء. توت فاسون 2019 ايتي سيني دوبي تري لونتون، معناها ماهيش من اليوم، معناها وهذه راهو نعاود ناكد، راهو سي با فري يقولوا فيه الناس، راهو الحاله نتاع توماس كوك العالم كامل. انا عندي اصدقاء في المانيا وعندي اصدقاء طيب في فرنسا. سيد الوزير، ما يعاب عليك يقول لك كان من الممكن، وانت المسؤول الاول على القطاع السياحي اليوم، تستشرف هذايا اليوم، دورك ايضا الاستشراف ويكون عندك رؤيه ثاقبه استراتيجيه. ليه ما تنجمش؟ انا حتى نزل ما بعثت لنا وصافي سوفون نزل مش خالص من انتور اوبيراتور، يبعث الوزاره نتاعو وزاره السياحه، واحنا نعملوا ديمارش وترافير وزارة الخارجية نتاعنا ونطلبوا البلاد للواحد شنو الحال نتاع التور اوبيراتور الفلاني، وعلاش ما خلص اللوتيل الفلاني. احنا ما عندنا حتى اليرت جاتنا من عند حتى نزل، ما جات حتى اليرت. واحنا في العالم ما كانش فما، راهو العالم كامل تمس في الحكايه، راهو مش تونس برك، العالم كامل تمس، وفما معناها مناطق اللي تمست دون فاسون كولوسال دي مئات المليارات، معناها في 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 الليل موريس، في المكسيك، في ريبوبليك دومينيكان، في ايطاليا. بكري قابلت سفير ايطاليا يحكي لي معناها ايطاليا تمست برشا، النزول تمسوا برشا من الحاجه هذه نتاع توماس كوك. ما تنجمش اللي با فيزيبل، معناها ما جاتناش ديزاليرت. وقت انت لو فاوت توماس كوك خلص برشا وتله، معناها لو فاوت جاو ديفيرمون في النزل كونسرني اللي هما تمسوا، اما الفاوت جاهم لي فاكتور نتاع ماي وجوان، وفما شكون خلص في جويي، معناها ما كانش فما ديزانديس اللي يخليك بيان سور سمعنا قبل من كل قداش الشركه تسمع بها اللي عندها مشاكل نتاع فلوس، ومن بعد تلقى فما ديزانفستيسور، فما ديزاكسيونير، فما بنوك تدخل في ماذا، ما تنجمش. مش انا معناها طيب الاليرت تجي من عند المعني بالامر هو الوتلاجي اللي هو ما خلصش. قداش قيمه الديون اللي تسالهم الفنادق التونسيه لتوماس كوك سيد الوزير؟ شوف انا الشيفر عطاولي اترافير الفيدراسيون، لكن باش نثبتوه من بعد كما تعرف ما عندنا رينيو كبيره العشيه مع سفيرة بريطانيا في تونس ومع النزل أصحاب النزل ومع الفيدراسيون، ثم معناه يقولوا لي أنتر 150 مليار 180 مليار من الناس الكل قاعدة تثبت، على خاطر ثم
دي فيرمون جاو مي الفلوس مازال ما تصبش معناها بالدينار التونسي ام باليورو؟ لا 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 تونسي تونسي بالدينار التونسي بالدينار التونسي 150 مليار تونسي على 180 مليار. مي هذه راهو باش العشيه باش نعملوا كونفرنس بريس وباش نقولوا معناها شنو هو الاريري اللي عندنا اجوردي على النزول هذوما التونسيه اللي تخدم مع توماس كوك. يعني نفهم من كلامك سيد الوزير وأنه لا داعي للخوف، لا داعي لتضخيم المسألة، الأمور في إطارها ووزارة السياحة قائمة بدورها وأصحاب النزول فمش علاش باش يخافوا. بيشير أنا من نهار السبت في الليل من 11 متاع الليل حتى 3 متاع الصباح وأنا بالتليفون مع سفارة بريطانيا في تونس مع أصحاب النزول ويعطيهم الصحة ونحب فريمون نحييهم على معناه التوسيع البال نتاعهم. حتى الحاتة اللي ترى وما هيش كيما قالوا، وانا ديما نعيب على 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 على, 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 على حتى على الاعلام تاعنا ساعات يفو فير تريز اتونسيون، راهو الترات كونفيزيون توتال ما بين الريسبسيون كيما تعرف انت في بالي ساعه نتاع الليل في الريسبسيون تلقى ناس اللي هي مش متعوده ما عندهاش نمر التليفون تاع المدير ما خداش موقف. فما ناس الجروب اللي كان تعطل على الخروج ابري 20 مينوت 20 دقيقه على الخروج ما حبوش يخلصوا الاكسترا نتاعهم او ديبار راهو عندهم ديز اكسترا تلاسو وحاجات في الشومبر تاعهم ما حبوش يخلصوا. بعد تغشش المدير قال لهم خلصوا حتى الزيجور نتاعكم لاجونس ما خلصتش. ودايور لاجونس نتاعهم في توماس كوك في مونستير بعثت فلوس وخلصت الفاتوره معناها ما همش حتى الكليونات وسي با فري ما قصوش ورجعنا قصونا الانترنت وقلت علاش علاش نوسخوا في السمعه نتاع تونس علاش. وانا يغيرني في الحكايه هذه خاطر راهو سي تريز امبورتون مي اون دوا فير تريز اتونسيون. انا البارح فما دي باساجي من غير تساكر طلبت من التونيسير باش نطلعوهم ونوسعوا بينا معاهم والدنيا كل معناه ما يلزمناش نطيحوا في معناها في لي ميساج نيجاتيف هذوما خاطر ابريتو راهو جاونا مئات الالاف السواح مالوروزمون فما مشكله باش تتحل. نحب ان شاء الله انا جو سوغي وقلت للوتلجيه جو سوغي لو بروميي افوكا لو بروميي ديفوندور دو دي زوتولي اللي هما تمسوا حتى مع نمشي حتى لانجلتير ونحكيو مع المسؤولين ويلزمنا ندافعوا على خاطر احنا نتمسوا ولو ماناش لاغريس ولا اسباني وكل شيء لكن احنا خرجنا من الكريز مازالوا كيقاموا راسهم شويه اصحاب النزل ما يلزمهمش تجيهم ضربه كيما هكا وتوجع احنا بكل صراحه معنا. ونعرف سكو سي انا كمهني راني كليت انا قبل كفوف الحكايه هذه في فرنسا في التور اوبيراتور نتاعي ناس ما خلصنيش ونعرف شو معناها وقت العباد ما تخلصكش تولي الحاله نتاع الشركه ضعيفه برشا. طيب سيد الوزير قبل ما نعطي الكلمه لشهاب بن عباس اللي يحب يتفاعل معاك ويقول لك يلزمنا نستغلوا الفرصه هذه باش نفكروا في المستقبل لانه اللي يهمنا اليوم هو مستقبل السياحه التونسيه لانها هي العصب الحقيقي للاقتصاد الوطني وكما يقول هو يقول 14% من الناتج الداخلي الخام قطاع يعد شريان للاقتصاد الوطني. ربما اليوم فما صحيح مشاكل لكن في المقابل على ما يبدو فما نقاط ايجابيه تحققت على الاقل في التسعة شهور الاخيره على مستوى عدد السياح وعلى مستوى أيضا زيارات السياح وعلى مستوى الحصاد المالي. بيسير انتو تعرفوا كل شيء معنا يبا فوتو معنا والله سيد الوزير ما نعرفوش برشا تعرف علاش ولا بكل ود وبكل حب مش نقولك شوية نقد فما مشكلة بتاع تواصل واتصال بين الإعلام ووزارة السياحة فما ربما احنا مقصرين شوية وانتم ايضا مقصرين شوية حتى نخبر الرأي العام وحتى الاثنين نحطوا يدينا في بعضنا خدمة للاقتصاد الوطني لا اكثر ولا اقل. يا اخويا انتم تعرفوا اللي وزارة السياحة وتركيا انا يمكن اكثر واحد يكومينيك معنا اي نشاط نعملوه نحطوه على الباج متاعنا ونعلموا الناس كل احنا مرحبا بالناس كل. وانا وقتي مشيت في زيارة في صفاقس معنا ديوانة فام وفرحوا بيا وفرحت بيهم ما عندي حتى مشكلة بالعكس احنا توا عنا الكونتاكت متاعكم ونعطيكم اي حاجة تترى في السياحة ونعطيكم بول اليوم اللي شيف اللي تحت عليهم معنا موجودين اوفيسيالمون. انا اليوم 24 سبتمبر نجم نقول لك اللي الشيفر متاع 7 ملايين سايح وصلنا اللي دخل تونس النمبر البلوز امبورتون نمبر دو فيز دخل
وهذه اوتر كيومي نجم بور ايفيتي هالبوليميك قاعدين يخرجوا فيها قالوا ال 200 مليار لازم يخرجوا من الروسات هذوما مازال ما دخلوش. احنا البنك سنترال الروسات انونسي بار لا بنك سنترال اللي سمعتوا بهم 4 مليار دو دينار و 10 سبتمبر هذوما راهو فلوس دخلت في البنوك التونسيه معناها اللي ما دخلش ما نقيدوهوش. احنا قداش قيمتها قداش العائدات من العمله الصعبه الى حد الان؟ اليوم العائدات اليوم نجم نقول لك اللي معناها عدينا اللي روسيت اون دينار عدينا ل 4 مليار اون اورو 1 مليار 220 اورو 1 مليار دورو بيان سور اي روسيت اون دولار 1 مليار 376 دولار. هذوما معناها لي شيفر اجور و 20 سبتمبر. نجمو نحكيو على استثناء منذ 2011 لليوم الارقام هذه بيان سور لاول مره منذ 2010 تتحقق الارقام هذه بيان سور على خاطر بكل صراحه بور افوار اون ريزيرف دو ديفيز 109 جور خلوني معناها هذه حاجه حلوه برشا للاقتصاد التونسي معناها سي نوتوريتي وانت تعرف انت حتى الدينار اليوم طلع بدا يطلع شويه معناها بدينا برسكا 330 ولينا اليوم 314 315 احنا ماذا بينا الدينار يزيد قيمه راسه شويه ومن بعد ترخص حتى المواد ترخص بالطلوع الدينار معناها هذوما فيه ديزافونتاج مي يفو كونتينيي السياحه. انا بالنسبه لي السياحه مازلنا ما وصلناش فما برشا حاجات نجموا نعملوهم مازال فما نوع آخر من السواح ينجم يجي فما بلدان زادة قاعدة تتحرك بشوية بشوية المارشي البرتغالي قاعد يتحرك على تونس المارشي الشينوا قاعد يتحرك على تونس الأفريكان جيستومون روني طرابلسي هذا هو اللي يحب يتفاعل فيه معاك سي شهاب بن عباس رئيس جمعية تونسية لمديري النزول. تفضل سي شهاب. شكرا عسلامة سيد الوزير. مرحبا بك وبيك عايشك. شكرا على المداخلة بتاعك القيمة واللي الحق عطيت فيها سيتواسيون الكل. جستومون سيد الوزير هذيك الحاجة اللي ماذا بينا كان نطوروها ونخموا أكثر هي نحاولوا نحلوا دي مخشي جدد على تونس وهذا اللي قاعد يظهر لي أنت تقوم به حاليا. أهم حاجة أنه يزينا من لي مخشي كلاسيك هذو ما نقوله احنا بون سي فري كو ا مومون دوني ولينا تريبيوتير معناتها التور اوبيراتور ولا اثنين دونك من ناحيه نحاولوا ان نلقاو دي ديبوشي جدد ومن ناحيه واحده اخرى زاد السيد الوزير بربي ناكدوا نعاونوا ونحاولوا الدوله والغوفرنمون يحاول باش يعاون التونسيين اللي موجودين توا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في الاوروب ولا في الازي ولا هذوكم كيما معناتها هذوكم هما مش يوليو الشريان نتاع السياحه نتاعنا المستقبليه معناتها دي سي 20 ولا 30 اخرين سافا نوز ايدي انورمون في كيفاش نقولوا لا برودكتيفيتي لا رونتابيلتي دو نوتر سيكتور. فوالا هذا اش حبيت ناكد سيد الوزير وبارك الله. وخاصه ابناء القطاع روني طرابلسي وزير السياحه يقول لك ان الاوان وانه قطاع السياحه يرجع لماليه. نو سي فري الكلام يقول فيه هو صحيح راهو كما قلت لك انا في 2011 بعد المشاكل اللي طرات معناها وقت الثوره كل شيء ورينا اللي معناها لي تور اوبيراتور كلاسيك هربوا على تونس كل شيء وقت انا شخصيا حكيت مع المسؤولين وحكيت مع سفيرنا في فرنسا وكنا وقتها كنا بمال دو تور اوبيراتور فرونسي توانسه اللي هما موجودين في فرنسا حبينا نعملوا ان سورت دو فيديراسيون مع التوانسه الكل وقلنا فما كان توانسه اللي هو باش قلبه يدق على التوانسه فهمت على تونس ماذا بيه هو اللي باش يخدم بلاده وخدمنا بلادنا راهو بالخساره جبنا صواح ودنا كل والالور كو لي تيو كلاسيك معناها خاطر سي نورمال هما يقول لك انا ما ناخذش الريسك قلت لك اليوم روسيا اذا روسيا عندنا مرشي قوي على خاطر كراسو تونيزيان راهو التوانسه اللي جابوا لنا السوق الروسيه براغ انتم تعرفوا براغ مرشي امبورتون خاطر عندنا توانسه تبارك الله عليهم امبليكي في المرشي هذايا انا ماذا بيا توانسه بارتو انا تونسي في جنيف
أرمران ماذا بينا عندنا الأتراك القوة متاعهم ويعرف هو الأتراك القوة متاعهم اللي عندهم دي تور أوبراتور بارتو قويين. أما إحنا المشكلة اللي كان عندي وحكيت وقتها حتى مع رؤساء الحكومة اللي في تونس ما عندناش هك الكولابوراسيون متاع إيطا والبريفي هذه مشكلة كبيرة. معناه يقول لك أنا كيفاش تحبني نعاونك نعاونك بالبروموسيون نعاونك بهذا ولو إحنا ديما نحسوا للتونسي ديما نخزروا له ديما من نوطة ما نخزروش من فوق لو كوني كابابل. إحنا التوانسة في البريود الصعيبة التوانسة اللي خرجوا كانوا في البرة اللي يخدموا في الوكالات عندهم وكالات الصفار جابوا توريست أكثر من الوكالات الصفار الكبار أكثر من توماسكوك وأكثر من الجروب الكل الكبار جبنا لتونس. علاش؟ خطر عندك الكوتي أفكتيف خطر جبنا على خطر حبوا بلادنا مش باش نخدموا السكتور. وهذه في سير كيفو رقردي أنا مستعد كوزير وديما عندي علاقات مع أصحابي اللي عندهم وكالة الصفار ومدبيا شجعهم وقلت لهم أنا توا كلمت في روسيا كنت في روسيا دينارمو في الصومين تاع الام تي وقبلت التوانسه نتاعنا اللي تبارك الله عليهم يخدموا خدمه كبيره قلت لهم خليوا الطيارات الشتان نعاونكم خليهم ما تسيبوش خاطر المرشي نتاع روسيا سي ان ديرار مرشي اللي هو ينجم يخدم في الشتان خاطر الطقس نتاعهم بارد برشا في غادي واحنا في تونس تعرف الطقس نتاعنا حلو وان شاء الله معناها فاليسي دي طيارات على مور السير وعلى جربه زو 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 معناها هذوما عملوا ما كانوش الاربع طيارات هذوما خاطر في الشتان قصوا عملوا الطيارات. وفما كما قلت انت لي مارشي نوفو بيان سور مارشي كلاسيك اللي اكزيسترا توجور راهو البنيير الناس اللي في جمعه ولا اما يلزمنا نخدموا على المارشي نتاع نتاع الفواياجي. سامحني سيد الوزير حتى كان نقص عليك سامحني ما نقولوا توا ممكن رب ضارة نافعة معناتها توا العفايات هذه بتاع توماس كوك مثلا نجموا نستغلوها نجموا نوظفوها لنا نحن معناتها كما قلت لك انكور اون فوا سيد الوزير نجموا نعاونوا ولا نجموا ندعموا ولا نجموا ندزوا التوانسة ولا لي تور لي زاجونس دو فواياج بور كريي دي تور اوبيراتور غاديكا في 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 بريطانيا وعندنا الكفاءات اللي تنجم تقوم بالعملية هذه وقتها بالحق سيد الوزير نوليو معناتها اون اوتونومي ولا منعرفش اون سورا بوتيتر ان بو بلو انديبوندون كو بارابور نحن نوع من الاستقلالية ولا استقلالية ذاتية للسياحة نتاعنا في كلمة الختام روني ترابلسي وزير السياحة الكلام اللي قلته احنا في فرنسا يقولوا دمالو في امبيان ولا فهمتني ولا هذه احنا انا مستعد لو كل صراحة وتعرفوني انا مستعد نعاون اي توصي في الخارج ليعمل مشروع نتاع وكالة سفار كبيرة مستعد نعاونه ومستعد معناه ندخل معاه بشركية هي شركية كدولة ما نجمش نتشارك معها أما الشركية معناها جولا كومباني جولا كومباني هذيك دي بروموسيون نجم نطلب حتى من 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 من, من شركات طيران باغ اكزومبل تونيسير ولا نوفالير يعاونوا نجموا نعملوا دي ديكتور نجموا يجيبوا دي زواج واحنا نعاونوهم كما نعاوننا لي زوتر تور اوبيراتور مي كيما قلنا شخصيا انا راهو جو سوي دون ساتيسفي خاطر انا بنفسي عشت الحاله هذه وطلبت من الحكومه التونسيه باش تعاوننا مالوريزمون ما لقيناش وقتها معاونه قال لك احنا البريفي ما نجموش ندخلوا معاه اما نجموا باغ اكزومبل في برشا بلدان البنوك تنجم تدخل معنا البنوك تنجم تدخل مع التور اوبيراتور التونسي ان شاء الله هذا نتمناه سيد الوزير رونيل ترابلسي وزير السياحه شكرا لك على تدخلك معنا على كل هذه التوضيحات مهم جدا وانه دائما يكون فما نقاشات مفيده اليوم لاقتصادنا الوطني ولقطاع السياحه لانه للاسف متروك اعلاميا قطاع السياحه يستحق اهتمام اكبر من قبل وسائل الاعلام المحليه لانه قطاع هام وهام جدا. نختم معك شهاب بن عباس رئيس جمعية تونسية لمديري النزل ما بعد اليوم هذه الأزمة أو هذا الإشكال وانت من دعاة وأنه القطاع السياحة يزم يرجع للمختصين لأنه اليوم وكأنه متروكين الناس اللي قادرة تفيد القطاع هذايا ما نش قاعدين نشوفوا فيهم لا أعلاميا لا مهنيا داخل القطاع وكأنه اليوم نحتاج إلى تعديل البوصلة أيضا نوعا ما. جستما يعطيك صحة كي جبت الموضوع هذايا خاطر موضوع بحق شيك وموضوع مهم على الاخر خاطر مالوريزمون سور لو تيران
احنا لي تكنيسيان نجم سمي روحي تكنيسيان خاطر انا وزملائي المديرين نزل لك خبر اكبر من 20 سنه اكثر من 20 سنه يعني نعم وهذا اهلك اليوم باش تحكي في المجال دونك احنا لي تكنيسيان مكبلين كسو سوا بال احنا اون ريبريزونت لي زوتيل بارابور لوزاد السياحه معناتها على الوراق مي ريالمون سور لو تيران سي با لو كا سي دون بليزيور اوتيل المدير تلقاه بريسك ما يحكوا في حد شيء مول المول لي بروبريتير هما اللي كيجير هما كي ديسيد هما كي زون معناتها كيما نقولوا احنا لي بايور دو فون دونك يقول لك انا عندي الفلوس انا هو اللي جو ديسيد اوغ في المسؤوليه من بعد هي مسؤوليه على عاتقي انا شفتها لهنا كيما نقولوا ثم مفارقه اي ثم مفارقه ما فهمناهاش ندرا باش نبدلوا قانون ندرا اسكو القطاع رجعوه للعباد اللي يعرفوا السياحه خاطر نحبوا ولا نكرهوا السياحه تو ولات مهنه ابارونتيير سي ان ميتيي دونك مش نيمبورت كي نجم يولي ان اوتيليي ولا ان ريستوراتور خاطر تقرا وتتعلم وفيها معناتها معقده مهنه معقده ماشي سهله هذا كل مالوغوزمون ما نقعد نحكيو فيه بكل في الـ في الـ في الاعلام ولا حتى فيزافي السلطات هل نحتاج الى حوار وطني كبير واسع حول هذا الموضوع مش خاص كان نعملوا حوار فبدي نشاركوا فيه سيختو للتكنيسيان العباد اللي تخدم على السلطات مش لي 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 ان شاء الله تكون وصلت رسالتك لوزاره السياحه وشخصيا لروني طرابلسي وزير السياحه لانه اللي يهمنا في نهايه الامر هو مصلحه تونس واقتصاد بلادنا وأنه اليوم القطاع هذا كيفاش نجم نطوروه لأنه سياحة الستينات والسبعينات ما عاش تنفع اليوم ما عاش مواكبة العصرة في 2019 العالم تطور دونك ومالطا اللي كنا نضحكوا عليها في الثمانينات اليوم هربت بينا اكزاكتومون هربت بينا بارشا فبني على خاطر عليه خاطر سي دي جون عملوا استراتيجي عملوا ان بروسيدور ويتبعوا فيها وثم الناس في لي كونترول باش لي بروسيدور هذوكم والاستراتيجيه هذيك تتطبق بحذافيرها. كل الشكر ليك شهاب بن عباس رئيس جمعية التونسية لمديري النزول والخبير في المجال الاقتصادي على حضورك معنا اليوم في هذا الجزء الثاني من برنامج هنا تونس. كل الشكر أيضا لوزير السياحة روني طرابلسي على تدخله معنا. كنكون وصلنا لختمة هذا العدد من برنامج هنا تونس. غدوة يتجدد الموعد كالعادة بارتير من نص نهار. محمد اليوسفي وكامل فريق البرنامج يسلموا عليكم ويقولوا لكم إن شاء الله تونس غدوة خير.